ده حتى في موتها سعادة دي كانت جنازتها على الدبكة اللبناني. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مين ممكن ينسى كلمات صباح في اللحظات الأخيرة في حياتها وهي بتقول بدي اياكم تكونوا عطول فرحانين وما تحزنوا أبدا. هي دي الكلمات اللي ختمت بيها صباح حياتها. والنهاردة احنا حديثنا عن أيقونة الفرح والتفاؤل صباح. صباح من مواليد 15/11/1927 في لبنان في وادي شحرو، وكان اسمها وقت الولادة جانيت جورج الفغالي. وجات مصر وهي عمرها 18 سنة ومثلت أول فيلم ليها مع أنور وجدي، وهو فيلم القلب له واحد، وكان من إنتاج أزياء داهم. واللي قدرت تقدم صباح للجمهور هي وأيسر يونس اللي جابها من لبنان أصلا. ونجحت صباح في الفيلم ده وقدرت بسرعة الصاروخ إنها توصل للجمهور، وحبها المصريين وحبوا أدائها وصوتها وأطلقوا عليها اسم صباح. وتحديدا يعني اللي أطلق الاسم ده هو رياض السنباطي نفسه، لأن شاف وشها وصوتها نور كأنه نور الصبح، وعشان كده سماها صباح. وقدرت صباح خلال رحلتها الفنية ان هي تقدم 4000 اغنية و27 مسرحية و85 فيلم. وبتعتبر صباح هي اول واحدة غنت الاغنية اللبنانية في مصر ودخلتها في الفيلم المصري، وتعتبر كمان هي اللي عرفت جمهور العالم على الاغاني اللبنانية. وصباح كانت من الفنانات القليلين جدا اللي ليهم كذا اسم، زي اسم ملكة الجمال والاناقة، وده بسبب ان هي كانت من اشيك فنانات عصرها وبتلبس لبس بذوق مميز جدا. وكمان اطلقوا عليها اسم الاسطورة، وده اسم اكتسبته وهي كبيرة في السن. وكمان كان في اسم الشحرورة، والشحرورة ده نسبة لان هي اتولدت في وادي شحرور فسموها على اسم الوادي اللي هو اصلا متسمي على اسم طائر فيه صوته جميل جدا. كمان صباح من الفنانات القليلين اللي دخلوا موسوعة جينيس لأكبر إرث فني في التاريخ، لأن زي ما وضحنا إن هي قدمت أفلام وأغاني ومسرحيات كتير جدا وفضلت تشتغل لحد سن كبير. وقدرت صباح إن هي توصل إن هي تغني على مسرح أولمبيا في باريس، وقفت هناك وغنت الموال اللبناني وترجمته للغة الفرنسية، وقدرت ان هي تبهر الجمهور الفرنساوي كله بلغتها واناقتها. وكانت تاني ممثلة ومغنية عربية تقف عليه بعد ام كلثوم، ووقفت عليه في نفس السنة بعد ام كلثوم نفسها. وقدرت كمان ان هي توصل لقصر الفنون في بروكس في بلجيكا، وقدرت توصل لكل المسارح العالمية في عصرها ووقفت عليهم، ووصلت للولايات المتحدة كمان. وتعتبر صباح من الفنانات اللي لفوا العالم كله وقدروا يغنوا ويوصلوا صوتهم لكل الدنيا، ده غير انها شاركت في مهرجان بعلبك في لبنان لسنين طويلة جدا وقامت ببطولة المسرح هناك. وشاركت صباح في سعادة معظم الوطن العربي، وقدرت بصوتها وبهجتها ان هي تملى حياة الناس بهجة وامل، وما كانش بيهمها رأي اي حد، وكانت دايما عايشة بكل تفاؤل لحد اخر لحظة في عمرها. ومن اشهر اقاويل صباح حب الدنيا الدنيا تحبك، حلوة كتير الدنيا. وحتى في لحظات موتها قالت الرسالة اللي بدأنا بيها حلقتنا، ان هي كانت تحب ان الناس تكون دايما مبسوطين حتى وقت الحزن والفراق. وابهرت العالم في جنازتها لان هي طلبت ان الناس تفرح وما تحزنش ابدا ويرقصوا الدبكة اللبنانية اللي هي بتحبها في جنازتها. وماتت صباح وهي كلها امل وتفاؤل واسعدت العالم حتى في اخر لحظة في حياتها. وبس خلاص، خلصت حكاية صباح ايقونة البهجة والسعادة والامل. استنوني المرة الجاية وخليكم معايا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتبصوا على المصادر وصفحاتنا في الديسكريبشن.